أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن تقديم أكثر من عشرة آلاف جرعة من لقاح كوفيد 19 عشر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من أربعة وعشرين مليون جرعة ومعدل توزيع اللقاح مئتان وستة وأربعون فاصلة أربعة وستون جرعة لكل مائة شخص